اليوم نكمل المحاضرة مال تشابتر 1، وراح نحكي على ال fundamental trigonometric identities. طبعا العلاقات، معناها العلاقات المثلثية، الدوال المثلثية. طبعا هاي كلش مهمة لأن تحتاجوها بالdifferential والintegral، يعني التفاضل والتكامل. فأتمنى يعني تفهموها وتركزون عليها. طبعا هذا المثلث كلش مهم، بس بداية راح نبدي نقول نفرض عندي نقطتين، العفو نفرض عندي نقطتين، نقطة هي X، كل نقطة هي نرمز لها يعني بال X axis اللي هو هذا ال Y وال X. عندي نقطة هي X و Y، اوكي، وعندي هنا نقطة الاوريجينال. فالديستانس، المسافة بين النقطة الاوريجينال اللي هي O إلى النقطة X Y، يعني الديستانس بيناتهم نقدر نسميه R، اوكي. وهذا ال R يصنع زاوية اللي هي الثيتا، اوكي. فهسه نقدر عن طريق هذا المثلث يتكون عندي، اللي هو يتكون من الوتر R والارتفاع مالته، او احد اضلاعه هو ال Y، اوكي، يعني ارتفاع ال X Y عن ال X axis، والديستانس من الصفر على X axis هي X. بعدها نقدر اقدر اوكي فنقدر من طريق هذا نقدر نشتق العلاقات المثلثية. فهسه اذا اذا باوع على الرسم، المفروض الرسم موجود هنا بس للاسف ما موجود. ساين ثيتا اللي هو نسميه الجيب يساوي ان الواي على الار، اتبعون هنا هو الساين ثيتا يساوي ان المقابل على الوتر، واضح. اما الكوساين ثيتا فهي تساوي ان المجاور على الوتر، يعني الاكس على الار، هاي الكوساين ثيتا هي الاكس على الار. اما الساين ثيتا فيساوي ان المقابل على الوتر، واي على ار، اوكي. اما اذا اريد نشتاق التان ثيتا فهي التان ثيتا تساوي ان الواي على الاكس، يعني المقابل على المجاور. اما اذا اريد نحكي على الكوسيجين فهي تساوي ان واحد على ساين ثيتا، والسيجين تساوي واحد على كوساين ثيتا، والكوت وكوتان ثيتا تساوي واحد على التان ثيتا. هسه اذا من نظر فيثاغورس، اوكي، نعرف انه ال y square y plus square x يساوي انه equal to square r، يعني مربع ال x زائد مربع ال y يساوي انه ال water، اوكي. هاي نظرية فيثاغورس، نظرية فيثاغورس. اذا قسمنا على r square فايش راح يصير؟ y سكوير على r سكوير plus x سكوير على r سكوير يساوي لنا واحد. طبعا نعرف ان ال y على r شو يساوي لنا؟ ساين ثيتا. اذا سكوير y over سكوير r شو يساوي لنا؟ ساين سكوير ساين ثيتا. نفس الحالة ال x على r هي كوساين ثيتا، التربيع لهم هو يساوي لنا سكوير كوساين ثيتا يساوي لنا واحد. ومن هاي راح نعرف من اجت علاقة سكوير ساين ثيتا بلس سكوير كوساين ثيتا يساوي لنا واحد، اوكي. اذا اشتقيناها من المثلث، وهذا نقول المثلث مهم. اذا ما تقدر يعني تحفظ هاي العلاقات ممكن تستعين بمثلث وتقدر تعرف العلاقات المثلثية. اما هنا ناخذ بعض العلاقات، انه اذا قسمنا على كوساين او سكوير كوساين ثيتا
ايش راح يصير؟ ساين سكوير سكوير ساين ثيتا على سكوير كوساين ثيتا بلس 1 يساوي 1 اوفر كوساين سكوير كوساين ثيتا، يعني قسمنا على سكوير كوساين ثيتا، فهذا راح يصير هو سكوير تان ثيتا بلس 1 يساوي سكن سكوير سكن ثيتا. يعني من اجت هاي العلاقه؟ من تقسيم السكوير كوساين ثيتا. اوكي، هسه اذا قسمنا على السكوير ساين ثيتا، بداية قسمنا على الكوساين ثيتا، سكوير كوساين ثيتا، هسه نقسم على السكوير ساين ثيتا، شو راح يصير؟ واحد بلس سكوير كوساين ثيتا على سكوير ساين ثيتا equal to 1 over سكوير ساين ثيتا، وهذا يساوي لنا 1 بلس سكوير كوتان ثيتا يساوي لنا السكوير كوسيكن ثيتا. واضح؟ راح نحكي على موضوع هو مهم، هو الليمت. يعني in general راح نحكي شنو الليمت. الليمت ببساطة انه اذا بعض الاحيان ما تقدر تعوض برقم، بس لهذا السبب ايش راح اسوي؟ راح اسوي يعني الرقم approach لل particular number، يعني راح تكون تعوض من ارقام قريبة من هذا الرقم. يعني انت مثلا نفرض ما تقدر تعوض 10، اوكي، يم هذا متعوض رقم الاخير الدالة غير معرفة، بس تقدر راح تعوض 9.9 او 1.0001، اوكي، يعني مو 10، انما تعوض شيء قريب لل10. هو هذا المفهوم الليمت. اوكي، ناخذ اكزامبل هنا، اكزامبل 7. find the limit as t approach 10 of the expression، بطيني expression p equal to 3t plus 7. طبعا هنا ماكو محظور انه نعوض العشرة، ما يحتاج نعوض قيمة قريبة العشرة، ولهذا السبب راح نعوض العشرة ويكون الانسر 37. يعني هذا اللي يسمى continuous. وإذا عوضت قيم، يعني اجت وعوضت قيم، نرجع للليمت. اوكي، ناخذ اكزامبل ثاني. طبعا هذا هاي اكزامبل، يعني بس ما كاتب انا اكزامبل، بس هاي يعني للتنويه، المفروض اكزامبل 8 وبعدين يشفت اكزامبلات اللي ورا، بعدين اسوي ابديت للبي بي تي وادزلكم. على العموم هنا عندي اكزامبل مطيني مطيني هنا limit أو fractions أو fraction square x minus 2x minus 3 over x minus 3، وقاي limit للثلاثة. طبعا ما نقدر نعوض هنا ثلاثة، إذا عوضنا الثلاثة راح تصير الدالة غير معرفة. أوكي، فنقدر نبسط ال fractions fraction، نستخدم يعني المقام، نحلله بالتجربة، فراح يصير مثل ما تشوفون هنا، نحلله بالتجربة فراح يصير x plus 1 مضروب بال x minus 1. نقدر نختصر x، العفو x minus 3، نقدر نختصر x minus 3 ويا ال x minus 3 فيصير limit x plus 1، وهذا ما بيه محظور، فنقدر نعوض 3 فيطلع 4. اما بصورة مباشرة هنا ما نقدر نعوض، ليش؟ لانه تصير الدالة غير معرفة، اذا ما انبسط ما نقدر نعوض الدالة معرفة، بس نقدر شو نسوي؟ نسوي approach يعني limit، يعني نعوض قيم قريبة من ثلاثة، مثل ما شوفهم هذا الجدول.
ناخذ مثلا من 2.5 الى 2.9 الاكس ونشوف قيمه ال اف اوف اكس. كل ما كنا قريبين من ال 2.9 كل ما كنا قريبين من الداله، يعني من قيمه حقيقيه للداله اللي هي قريبين من 4 فوق يساوينا 4. فهنا اخذنا بعد اقرب هذا الجدول قيم اقرب 2.9 الى حد 2.99 وشفنا 99 وشفنا انه ال اف او اكس هي تكون كل ما كنا قريبين من النمبر بارتيكل نمبر الرقم اللي نعوضه راح نشوف انه القيمة تطلع كلش قريبة من عنده. طبعا هذا اذا كان عوضنا اقل من الثلاثة او عوضنا اكثر من ثلاثة يسمونه الاكس بلس، هذا الاكس ماينس يسمونه الاكس بلس، يعني اقل من القيمة او اكبر من القيمة. هنا example 8 يريد limit as x approach to approach 0. طبعا نفس الشيء هنا ما نقدر نعوض انه x وما نقدر نحلل الدالة، واضح؟ فلازم نعوض قيم قريبة من الصفر، يعني قريبة من الصفر مثلا 0.00001 او minus 0.0001 مثلا، يعني 3 صفارة 4 صفارة بعد الفارزة بعدين، يعني في رقم 1 او 2 ونحسب. اوكي راح نشوف القيمة تطلع قريبة من الواحد فنعرف انه الانسر هو 1، واضح؟ او يعني احنا المثال اللي قبله حلينا، يعني بسطنا المعادلة وقدرنا نعوض. اما هذا المثال ما نقدر نبسط، فنقدر شنو بس راح نقدر شو نسوي؟ نعوض قيم كلش قريبة من البارتيكولر نمبر الرقم المفروض نعوضه، بأن هنا صفر ما نقدر نعوض صفر، فسوينا عوضنا قيم كلش قريبة. يعني طريقتين للحل، يا اما طريقة تبسط اذا ممكن تبسطه فتبسطه، اما اذا ما تقدر تبسط الفكشن فتحتاج انه تعوض القيم القريبة من النمبر. هنا شفنا الرسم للفكشن. اوكي هنا هي مو على الصفر، صفر مو ماخذينه، لهذا السبب راسمين هذا يعني هول، يعني discontinuous مو continuous، يعني مو متصل، يعني مو continuous فكشن يعني متصلة، فقريبة كلش قريبة من الصفر. شوفوا هذا الهول يفصل، يعني مو على الصفر، الصفر ما عوضنا بس قريبة من الصفر هي 1، واضح؟ ناخذ example هو find the limit x تقترب من الناهية 5-3x على 6x plus 1. إذا عوضنا مباشرة مع النهاية يصير دالة غير معرفة، يعني ما نعرف شلون كأنسر، لأن قيم غير معرفة ما لها نهاية. فبهاي الحالة نحاول نبسط المعادلة حتى نقدر نعوض. فلهذا السبب شنو سوينا؟ قسمنا على x حتى نخلص من الاكس اللي هنا بالمقام، فصارت limit الاكس تقترب من النهاية او x approach infinity 5 over x minus 3 يعني divide by 6 plus 1 over x. بس هذا الواحد على x، اذا نعوض على النهاية على ما يعني نعوض هذا الاكس اللي هو صاير بالمقام هنا نقدر نعوض ما النهاية. ليش؟ لان واحد على ما النهاية على infinity يساوي لنا 0، وهنا نفس الحالة نقدر، فصار منعوضنا فصار 0 minus 3 على 6 plus 0 وصار minus 1 over 2. هنا ملاحظة ذاكر لكم انه ما يصير نعوض مباشرة بهاي بغير ما نبسطها، نعوض هنا بهالطريقة الاسن انفينيتي ما يصير، يعني يصير دالة غير معرفة، يعني مو لوجيكال، مو فد شي نعرفه ومنطقي وحتى الاسن نقول انسر والله يساوي هالشكل، لا نحتاج نبسطها حتى نعوض. اتمنى واضح يعني. يلا.